لم يكن أحمد السيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجرد لاعب في صفوف القلعة الحمراء، لكنه كان وسيظل واحدا من أكثر اللاعبين عبر تاريخ النادي حظا للألقاب والبطولات. أحمد السيد أو ميسي الأهلي كان مدافعا أساسيا وخيارا دائما في كل حسابات الأجهزة الفنية والتي تعاقبت على تدريب الشياطين الحمر طوال فترة تواجده. لاعب بروح الفانلة الحمراء، بقي ما بقي أساسيا أو بديلا أو حتى كان خارج القائمة، لم يكن يوما مثيرا للمشاكل. هو عاشق في محراب الأهلي العظيم. ولد أحمد السيد في 30 من أكتوبر عام 1980، تدرج في صفوف الناشئين بالأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2000. ظل داخل القلعة الحمراء يحصد البطولات مع الجيل الذهبي في بداية الألفية الثالثة إلى أن رحل عن الصفوف ثم اعتزل كرة القدم. أحمد السيد رغم أنه حصد 24 لقبا مع الأهلي وكان صاحب قصة شهيرة في مراقبة الأرجنتيني ميسي، إلا أنه لم ينل حقه إعلاميا وقت أن كان لاعبا. أحمد السيد نجم الأهلي في ضيافة برنامج الأشبال. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، برحب بضيفي بقى، مش عارف النهاردة أقول له أحمد السيد ولا أقول له يا ميسي زي ما التقرير بيقول. نقول إيه بقى، أحمد السيد ولا ميسي؟ الاثنين كويس ماشيين. كويس. طب إيه حكاية ميسي؟ طبعا انا يعني سعيدنا ان وجودك معاك يا اسامه النهارده. طبعا انت اخويا من واحنا في الناشئين، وسعيدنا وجود في قناه الاهلي طبعا بيتي. موضوع ميسي ده طبعا ده جه صدفه، يمكن حكيته كذا مره في قناه الاهلي. كنا في تمرين مره وكان خالد بيبو جاب ستارز جديد، وكان على طول انا باخد الستارز منه بلاينه له يعني عشان هو رجليه كانت بتوجعه. فالتمرين ده كان جوزيه بيعمل تمرين بتاع فينيش على الجون، و فانا كنت فيه مميز وعمال بشمال ويميني، فلقيته هو مره واحده راح قال لي انت النهارده ميسي. من ساعتها بقى بيقول لي في الماتشات ميسي على طول. طلعت عليك ميسي من مانويل جوزيلي، طلع عليك. لقيتها ما طلعت، كانت ضغطاني جدا يعني. لازم ابقى حريف في الملعب باسم ميسي ده. طب المباراه اللي اتلعبت في القاهره واحنا بنلعب برشلونه، لعبنا برشلونه في القاهره ولعبنا برشلونه في انجلترا في ويمبلي. كنت انت مخصص عشان تراقب ميسي في انا مش عارف. لا يعني بقى هي بقى يعني الماتش ده انا كنت الفتره دي بلعب اساسي على طول. ودي طبعا كانت مباراه مئويه وكانت ما بتتكررش كتير. مباراه الاهلي فعلا ما بتتكررش كتير، يعني ما بتتكررش كتير ان ماتش زي ده. فانا لقيت مستر مانويل قال التشكيل، عماد النحاس، شادي محمد، وائل جمعه. رحت انا قلب وش الصراحه. انا بره ال انا يعني بقى يعني عمال بتخيل ان انا ايه ماتش وماتش حلو هلعب وبتاع. فمره واحده قال الباك رايت احمد عادل، وقال الباك ليفت بقى مين؟ فكله بصيره مين؟ قال لهم احمد السيد. فسالوني ليه؟ عشان يراقب ميسي. تراقب ميسي. فانا بركت على جنبي قلت له يعني ميسي كل العالم مش عارف وقفه، انا لو وقفه يعني خلاص. ذكروني. بص يعني لا بس ده الماتش اللي كان في ويمبلي. ده في ويمبلي. في ويمبلي. هو بيتكلم على الماتش اللي كان في المقاويه هنا. يعني ازاي ميسي يمسك ميسي؟ يعني ما ينفعش. بس ف يعني هو ما بداش الماتش ده، ما بداش عامه. لعب جولي وزامبروتا ونزل الشوط الثاني في نص الملعب، ما لعبش حتى يعني الحمد لله. يعني شوف انت ميسي هو بيحرز الاهداف امبارح كمان حاجه رائعه. في طبعا لا ده اعظم لعيب جه في تاريخ البشريه كلها. فلتة. مش هتيجي زي يعني مقارنته بكريستيانو. انا بشوف ان هي ظلمه. لا ميسي كريستيانو في كتير منه ممكن يحصل السرعات اللي عنده، لكن اللي بيعمله ميسي في الكوره ده صعب جدا. حاجه موهبه خارقه. صعبه جدا يعني. عايز ارجع مع احمد السيد بقى لذكرياته في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني احنا عشنا مع بعض فتره كبيره في قطاع الناشئين، كنت انت اكبر منا بسنتين مع الفريق اللي اكبر مننا، وكمان قعدنا مع بعض في المعسكرات كتير. عايز ارجع معاك لحظه بقى يعني دخولك النادي الاهلي. احمد السيد راح اختبارات في النادي الاهلي ولا كانت مباراه وديه مثلا مع فريق مع النادي الاهلي؟ احكي لنا كانت الحكايه. لا هو كان كنت بلعب في نادي النيل في المانيال. ونادي النيل ده زمان كان يعني بيسموه كده الاهلي بيه على طول. نادي النيل ده كان كل الناشئين، حتى كان يعني حصل مره كده حاجه في فرقه اتلغت، فرقه كابتن سيد عبد الحفيظ اتلغت السن بتاعه. راحوا كلهم خدوا الفرقه كلها لعبت في نادي النيل باسم نادي النيل. مظبوط. عشان ما يروحوش حته ثانيه يعني. فكنت بكل سنه نادي النيل بياخد
كان زمان الموضوع ده بياخد الاختبار الفرق كلها بتروح النادي الاهلي بتختبر. انا كنت من ضمن وانا عندي 9 سنين بلعب في نادي النيل بروح اختبر. بس نظام الاختبارات زمان كان صعب شويه، بقى الملعب زحمه جدا وبتيجي ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، فانت كله بيبقى فكر اللاعب ان هو عايز ياخد الكوره عايز يثبت نفسه، فانت ماشي بالكوره تلاقي زميلك يروح زقك واخدها منك، فانت عمر ما حد ياخد باله منك يعني. وكان فاكر الملعب اللي كان موجود ورا اللي كان في الجزيره، اللي كان في الجزيره الملعب ده هو الملعب ده، فكان بيعملوا مربعات كده يسموه مثلا نص الملعب اربع مربعات ويعملوا تقسيمات صغيره ومدربين قاعدين بيتفرجوا اختبارات بس. فما قبلتش خالص يعني ما حدش هيبان يعني اول مره رحت النادي الاهلي لم توفق ثلاث مرات بنروح كلنا ما بياخدوش حد، لان ما حد يعني استحاله ياخدوا حد بس. ف جه كابتن فتحي عماشه يعني اكلم. طب وانت بتكمل ببدايه يعني انضمامك للنادي الاهلي في الناشئين، فاكر الجون ده؟ طبعا انت انا وانت الماتش ده انقذنا الدوري. انا فاكر المباراه دي اللي كانت في الدقيقه 80 وانا بنزل، كنا مغلوب 2-0 من سموحه. بس انا بيقول لي هتسجل النهارده، قلت له هسجل. جبت الهدف الاول وانت جبت الهدف الثاني في 97 وعلى ما اعتقد خدنا الدوري. احنا خدنا الدوري الماتش ده، خدنا الدوري صح. انت جبت الجون الاولاني فجأة اتلعبت بالعرض وانت تحت بطن رجلك. انا فاكر الجون قوي. هي قالش على فكره يعني قالش الله لو ما قالتش مش هتخش. بص جت في سن رجلي، بص لو ما قالتش مش هتخش. طب كويس انها قالش. كويس لو كانت لبسك كانت هتطلع فوق العرض. دي على المباراه دي اللي احنا خدنا بيها بطوله الدوري. كان فريق سموحه كمان فريق قوي جدا جدا، ده كان بشير التبعي وكان طارق حامد وابراهيم عبد القالي وجودوين وافوام، وكان فرقه تقيله جدا. فرقه تقيله يعني يعني كان هم الماتش ده كان بينزلوا كان لازم يكسبونا عشان يقعدوا في الدوري، واحنا كان لازم نكسب كان الزمالك بيلعب بالاتحاد عشان ناخد الدوري. احنا حسمناه رسمي كده خلاص. طيب عايز بقى اكمل معاك حكايه الاختبارات ونادي النيل. فكابتن عماشه كان ليه علاقه كويسه بنادي اتحاد عثمان اللي هو مزارع دينا زمان. كان في هناك كابتن اسمه كابتن عدلي. فكلمه قال له طب هاتهولي، انا عارفه انا سمعت عنه كتير. انا كنت صغير كنت طويل فكنت فارق عن سني، كان حتى بيفتكرون انا مزور. جسمك مميز وسط اللعب. طويل بقى، عارف اللي هم الطول اللي تلاقي برجلك واسع ورجلك طويله كده تحس ان انت مش صغير يعني. بس فرحت قعدت معاهم شويه كده، فقعدوا بقى يعني سبحان الله يعني نصيب من ربنا ان هم مختلفين على المقاومه. مفيش مقابل يعني، هو شويه كور بس كانوا مختلفين على كورتين كده وبتاع يعني 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 مثلا عايزين مثلا 10 كور وعايزين مثلا كام قمصان وقماع. انت عارف الانديه اللي ما عندهاش موارد وبتستغل الانديه دي تاخد منها حاجات، ما كانش في فلوس. فكابتن عماشه راح قال لي بص انا كلمت كابتن خالد جد الله وكابتن ضياء السيد وقلت لهم الولد هيروح مزارع دينا، فانتوا شوفوه في النادي الاهلي. كان معايا ايمن فاروق لو تفتكروا. ايمن الفرويد. فروحنا نزلت التمرين، اول تمرين نزلت كابتن خالد قال لي هات ورقك على طول، ثاني يوم جبت الورقه وبقيت في النادي. مين بقى المدربين اللي مرنوا احمد السيد داخل قطاع الناشئين؟ يعني انا عارف طبعا في كابتن خالد جد الله، كابتن ضياء السيد، وكابتن مختار. كابتن مختار ليه بصمه كبيره جدا على كابتن مختار. طبعا هو كابتن مختار يعتبر الوقت كله اللي قعدت في الناشئين، لان كابتن خالد جد الله مسكني اول سنه ليا بس في النادي الاهلي اللي هو 15 سنه كابتن خالد جد الله وكابتن ضياء السيد. بعد كده جه كابتن مختار مسك الفرقه وضموا ال 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 الفرقتين على بعض 79 و80 مواليد 79 و80 خدوا المميزين من هنا والمميزين من هنا. كانت فرقه ال 79 فيها ابراهيم سعيد، احمد صلاح حسني، جوده، احمد بلال. لا بلال كان موجود في ال 80 80 امير عبد الحميد. اللي هم 79 واحنا ثلاثه، انا وفضل وكان حسن مصطفى موجود في 79. انا وفضل واشرف ابو زيد كل الاسماء انت بتقولها وهاني سعيد لعبت فريق اول بالنادي كله. وهاني سعيد فعملوا فرقه واحده، وقعدت مع كابتن مختار لحد الفريق الاول. وكانت صدفه برضو ان انا العب فريق اول. كان حصل لي مشكله كده، كنا في تمرين وكان في ماتش تحدي كابتن مختار كان عامله وحسن مصطفى كسر لي رجلي. والوقت انا كنت طالع فيه فريق اول. الماتش ده اللي كان ماتش الشمس اللي انت اول ماتش لعبته فيه، كان في انت اول ماتش لعبته انت فاكر ماتش الشمس. كنت العب انا وانت الماتش ده. انا وانت وحسام غالي ساعتها المتصاعدين، وكان كان حسن مصطفى وانت الماتش ده انت نزلت في الدقيقه حوالي كان سوبل سوبل في الدقيقه 80 تقريبا او نزلت الماتش ده. فرجليها كسرت فالموسم انتهى، فبدا بقى الكلام ان هو ايه انبي عايزني درجه ثانيه والموضوع ماشي عادي وخلاص ما بقوش يفكروا. فكنا في معسكر في اسكندريه عاملين معسكر اعداد في اسكندريه مع كابتن مختار، فعادي خلاص الدنيا ماشيه كويسه وانبي عايزني وخلاص اخر سنه ليه. فاحنا قمنا من الفطار
لقينا كابتن مختار وكابتن عبد الصادق مش موجودين في معانا في الفطار. فبنسال قال لك مسكوا الفريق الاول. الظهر لقينا كابتن مختار بيتصل احمد السيد وفضل وياسر علي ينزلوا عشان مسافرين معانا رومانيا هينضموا الفريق الاول. يعني انت عايز تقول الكابتن مختار، مختار هو صاحب طبعًا الفضل طبعًا او البدايه الحمد لله بعد ربنا، بعد ربنا سبحانه وتعالى يكون طبعًا احمد السيد طبعًا متواجد في الفريق الاول. واما صعدني كمان ساعدني في ايه؟ كان في ثقه ان هو احنا كان عندنا بطوله في رومانيا بطوله قويه جدا، بطوله كان دايما تقام البطوله دي البطوله اللي هي اسمها عشان ما تبقاش اعلان يعني كانت بتقام اللي هي في رومانيا. فروحت هناك فكان في مدافعين كتير موجودين جدا، فكابتن مختار خدني في الاوضه عنده قال لي بص انا هلعبك الماتش النهارده، كنا هلعب الفرقه بتاعت اللي كان بيلعب فيها باراشوف اسمه ايه؟ اسمه ليتشكوف. لا اسمه باراشوف اللي هو اللي كان بشعر اللعيب الروماني، اللعيب الروماني ده اللي هو قوي ده. فقال لي الفرقه دي كان اسمها ستيوا بوخارست الفرقه دي. ف هتلعب عليه؟ هلعب. قال لي هتلعب الماتش اللي هتبدا. قال لي انا بص انا مش هقدر اعمل لك اكتر من كده، هنزلك هتلعب كويس انت هتكمل، انا احطك على الطريق. نزلت عملت ماتش، احلى ماتش احلى ماتش في حياتي. وكابتن طارق سليم بعد الماتش جالي، تعرف كابتن طارق الله يرحمه جه راح قال لي ولد انت لعيب كويس. بس بعدها لعبنا الاسماعيلي الماتش اللي بتاع ضربنا 1-0 بس عملت ماتش كويس برضو. بعدها رجعت خلاص كملت مع الفرقه على طول بقى. طيب وانت بتتكلم بتقول لي ضموا فريق 79 على فريق 80، احمد سيد مواليد 80 لكن 30 10 ده زي ما بيقولوا شهر العظماء، يعني 30 10 عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، عيد ميلاد مارادونا، 30 10 عيد ميلاد احمد السيد. احمد السيد دخل ازاي في هو كان يعني كان اليوم ده كله يبقى حريفه يعني تكمل كلها حريفه بقى. لا طبعا انا شرف ليا طبعا ان انا اكون تاريخ ميلادي مع تاريخ طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب. اللي انا طبعا ان انا بعتز في يوم من الايام ان انا اتصورت معاه والصوره بتاعتي. طب الصوره دي اللي انت دي صوره كنا في الناشئين. كنا في الناشئين في الملعب اللي انا قلت لك عليه، كنا بنتمرن وكابتن الخطيب كان بينزل يتمرن معانا يلعب معانا طبعا. فانا استغلت الفرصه واتصورت معاه. كان عندك كام سنه وقتها دي؟ 17. دي كان عندي 18 سنه. 18 سنه دي سنه 98. يعني كابتن محمود خطيب ومارادونا دخلوا قسم المهارات. انا رحت قسم التكالين. قسم الضرب والتكالين. كان نفس القسم كله يكمل بقى مهارات. طبعا شرف ليا طبعا، وطبعا بنتهز الفرصه طبعا ربنا يرجع لنا كابتن محمود بالسلامه طبعا ويشفيه طبعا. يعني قامه وقيمه طبعا كبيره، وكلنا طبعا يعني لينا الشرف ان احنا كنا في نادي الاهلي وكابتن محمود كان موجود معانا، وان احنا اتعاملنا اصلا مع كابتن محمود دي حاجه كبيره جدا، وربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. طبعا احمد سيد يعني كابتن من كباتن النادي الاهلي كمان، وحقق 26 بطوله مع النادي الاهلي، تاريخ طبعا كبير. ده كل يوم محضر لك دلوقتي فيديو وانت بقى ايه مش لاعب، وانت مذيع في الاتوبيس. اعرضوا لنا كده الفيديو بتاع ده بتاع بركات ده. ده مين ده؟ اينو بيضربه. زي ما احنا شايفين رجاله السيد مش دلوقتي احتفالات لاعبي النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري للسنه السابعه التوالي. طبعا النهارده في يعني ذكرى كده حلوه، النهارده 7-7 والسنه دي السنه السابعه نفوز بيها بالدوري، فدي طبعا مفاجاه كويسه يعني وحاجه مناسبه كويسه. وشايفين طبعا الاحتفالات ورا طبعا معتز اينو، اتفضل معانا. مارادونا 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 مارادونا. دكروري يا جماعه دمه خفيف جدا الدكروري. عامل فيها انت علي ادريس. والله طبعا كابتن محمد بركات دول كام النهارده الفوز بالدوري للسنه السابعه التوالي. ايوه عايز ايه يعني؟ اقول لك بالانجليزي؟ لا انت عايز ايه؟ كلمه بسرعه. انا اللي ماسك الانتخابات بتاعتك، فازين الحمله الانتخابيه انا اللي ماسكها. ايوه فكرتني. ايوه انا اللي ماسك. لا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي
وبقول مبروك لمجلس الإدارة ومبروك للجهاز الفني، وبنشكر كل الناس اللي تعبت معنا، وبشكرك على الجون اللي انت جبته لنا في ماتش سموحة. على الرغم ان انا عايز اقول حاجه، لا عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه، بص على حاجه، عايز اقول حاجه. جدو 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 جاب جون في ماتش الاسماعيلي، حد اتكلم عليه؟ جاب جون في الزمالك، حد اتكلم عليه؟ انما الناس قالوا لي في الشارع ايه؟ قال لك يا احمد يا سيد ده جون ايه؟ جون الدوري. صح صح، بس انت هرينا تقول الدوري جوان. ما انا بجيب فينا ولينا، انا انت مميز عن كل الناس. تقول يا كابتن النهارده، كابتن جدو النهارده على الفوز، اول دوري ليك مع النادي الاهلي، ثاني دوري مع النادي الاهلي، اول دوري، اول دوري. انا بحبك، بس هقول لك بيني وبينك احبك قد ايه. ايوه انا عارف. لا طبعا انا بشكر جمهور النادي الاهلي اللي هو السنه دي انا شايف ان هو العامل رقم واحد اللي خلانا نكسب الدوري النهارده، جمهور النادي الاهلي. وبشكر طبعا الكابتن بركات اللي برده انا بص انا عامل ازاي في 8 هنا عشان في انتخابات. وانا عايز اقول يا جماعه ان احمد السيد ومحمد ناجي جدهم هم اللي ماسكين الحمله الانتخابيه بتاع بركات، وهنبداها على كوبري اكتوبر كله، هنحط اعلاناتنا على كوبري اكتوبر. بركات ان شاء الله لازم ياخدها، عاملين ندوه ان شاء الله يوم الجمعه ولازم نشارك فيها كل الناس. بركات لازم يبقى كابتن فرقه الصراحه، هو اكتر واحد يليق يبقى كابتن فرقه الصراحه. بص يعني شخصيه موجوده امور جدا، ماشي، اشيك لعيب في النادي الاهلي دلوقتي، ده معروفه طبعا، اشيك لعيب في النادي الاهلي دلوقتي. ماركات كله ماركات، شعر طب كله ماركات الصراحه كله. الناس كانت بتاخد الجل منه، مره راح جاب لنا كلنا، قال لك قلب الجل لكل لعيب الصراحه، عشان انتوا لعيبه معفنه بصراحه. صراحه هو برنس الصراحه، الوحيد اللي برنس في النادي محمد بركات. ومين خلص الجل وقال لي يا نجم الجل خلص؟ مين ازاي معوض؟ واحد من اللعيبه حطيت له الجل في دلابه، وبعد ثلاث ايام اما خلص جاي يقول لي خلص، على اساس اشتري له واحد ثاني، عايز اخد ثاني. لا كنت بص يعني صراحه النموذج للنزاهه في مصر محمد بركات صراحه. وانا بحبك بيني وبينك بقى، وانا بحبك. بقول لك ايه، ملوش حل بركات. لا مشكله خفيف. لا كارثه. طب ايه موضوع الجل ده؟ هو بركات كان على طول بيجيب جل كده نوع معين نظيف يعني. فكان كل اللعيبه تخلص التمرين ويروح له، كل واحد عامل له ايه كده، عايز جل. كل واحد عامل له ايه، وهو راح اختصر وراح جاب ايه جل للعيبه، لكل لعيبه كلها فحطها في الدولاب بتاعه بس. فسايب معوض الجل بتاعه خلص، فراح قال له يا نجم الجل خلص يا نجم، عايز تاني؟ عايز يجيب له تاني؟ لا سايب معوض. قال له يا نجم الجل خلص، عايز تاني يعني؟ طب وائل جمعة ايه؟ كان بياخد جل برضه؟ لا جل ايه الجمعة؟ لا. احمد السيد في المعسكرات دمه خفيف جدا، هو يعني بيقول لك ايه الفكة بتاعت المعسكرات. عايز في موقف عايز افكرك بيه بتاع وائل؟ كان في معسكر، كان معسكر هولندا صح؟ هولندا معسكر. طب احكي لنا كواليس دي، الجماهير النادي الاهلي اول مرة تسمعها، دايما بيبقى في المعسكرات في حاجات دمها خفيف كده. وائل بيزعل. لا وائل بيزعل مني. لا احنا كنا قاعدين في هولندا، فكنا قاعدين في مقاطعه كده ما بين هولندا وبين المانيا. فسبحان الله يعني الخطوط كلها فصلت، شبكه التليفون فصلت. وكابتن وليد صلاح الدين كان معاه شبكه لوحده. هو الوحيد اللي كان معاه الشبكه دي، هي الوحيد اللي شغال. بس فاحنا كلنا قلنا له خلاص هنتكلم من عندك، الفريق كله هيتكلم. ما فيش شبكه خالص، واحنا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نتواصل مع حد في مصر. هو الوحيد اللي معاه الشبكه دي، واحنا كلنا شبكات تانية خالص. فدي الوحيد اللي شغال. قلنا نتكلم خلاص. هما كنت قاعد انا وخالد بيبو مع كابتن وليد صلاح الدين، فدخل اللي هو الجمعه جاب ستوب ووتش معاه عشان يحسب هيتكلم قد ايه بالظبط. ما كانش بقى في ساعات بقى زمان ما كانش فيه تايمر موجود في البتاع. فاحنا قاعدين انت عارف خالد بيبو بقى اما بيضحك ما بيفصلش. هما قاعدين فوائل دخل راح متصل، ايوه مش عارف كان لسه خاطب، ايوه وتمام، وماسك الستوب ووتش فيده كده عشان يتكلم عشان دقيقتين يحسب الوقت بالظبط. ما كانش في تايمر عشان دقيقتين. فطبعا اول ما رد راح داس على طول، ايوه تمام مش عارف ايه تمام. فده بدات تخش بقى في ايه، دقيقه ونص، دقيقه 40 45 50. فبدا هو عايز يقفل عشان الدقيقتين. ماشي يلا سلام. راح سايب التليفون مفتوح قافل الستوب ووتش، والتليفون عمال يعد. اقسم انا وخالد بيبو قعدنا ضحك مميت. اصل عارف ايه الثقه والفرحه ان هو ايه قفل قبل بالظبط الدقيقتين. راح قافل الستوب ووتش وساب التليفون مفتوح بيعد الثواني عليه. ده احمد سيد بيحكي جزء يعني من حكاوي كتير جدا بتحصل في المعسكرات، ودايما معسكرات النادي الاهلي بيجمعها روح الحب طبعا والود ما بين اللعيبه وروح الاحترام ده بيبقى خارج الملعب، لكن طبعا بيبقى جوه الملعب
بتبقى العمليه يعني تحدي دايما كلنا كبير. احنا اصلا يعني الميزه اللي كانت فينا وكان المستر مانويل كان بيعملها لنا اللي احنا كنا قبل الماتش مش مشدودين خالص ودي كانت بتفرق معانا جدا في الملعب. طول ما انت مشدود بره الملعب طول ما انت التوتر ده هتنقل لك جوه الملعب. احنا كنا بننزل احنا لدرجه احنا في اوضه اللبس ساعات كنا نقعد نهزر ونضحك ونقعد انت فاكر الماتشات كنا بنقعد نهزر ونهاية افريقيا نقعد نهزر طبعا. فبننزل الملعب انت نازل مهيئ مفيش مش مضغوط. في مدربين تانيين بيقعد قبل الماتش ما تتكلمش ما تفتحش بقك تقعد مش عارف ايه ساكت مش اكنك في مدرسه. فانت غصب عنك هو بينقل لك التوتر بتاعه. مستر مانويل كان الميزه اللي فيه ان هو حتى لو متوتر عمره ما يحسسك ان هو متوتر. كان دايما كلمته يقول لك انزل استمتع بالمباراه. لو استمتعت هتوصل الاستمتاع ده للجمهور طبعًا. كمان كلمه كان بيقولها على طول لما كان الجمهور يقولها دي مش كوره دي مزيكا. كان يعملها لنا يقعد يعمل لنا البتاع كده دي مش كوره دي مزيكا. يقولها بالعربي دي مش كوره دي مزيكا يعملها لنا. لان هو فعلا يقول لك اي شغل في الدنيا يا اسامه طول ما انت بتستمتع بيه هتعمل هتطلع احسن ما عندك. طول ما انت بتشتغل وانت خايف عمرك ما تطلع اللي عندك في اي حاجه اي مجال في الدنيا. فدي كانت حاجه كويسه ان احنا كنا كمان يعني سبحان الله الفرقه بتاعتنا يعني كم من الناس اللي كان دمها خفيف في الفرقه مش طبيعي. كله يعني حتى انت يا اسامه الناس اللي كانت فاكراك ان انت شيخ وبتاع انت كنت لا اسامه من الناس اللي يعني المسخره تهزر وبنقعد نهزر وبتاع. يعني في ناس يعني ابو تريكه حتى ابو تريكه كان بيهزر ويقول افيهات. فاحنا كنا ده الجو اللي بيسود في المعسكرات جو. واحنا فاكر انت اما كنا في المطار ونقعد نلعب اونو على نفرش على الارض نلعب اونو احنا مسافرين افريقيا ونجيب اكل معانا. فاحنا كنا عايشين فتحس ان انت كنت مهيئ نفسك للكوره. طب انت قلت لي في البدايات كابتن مختار المختار وقف جنب احمد السيد اداله الفرصه لما هو طلع الفريق الاول. عايز اتكلم بقى معاك في مشوار احمد السيد. ما شاء الله انت بتتكلم في 26 بطوله 26 بطوله كام دوري وكم كاس وكم افريقيا واخد سبع دوري وخمسه افريقيا واربعه سوبر وكده سبعه وخمسه اربعه سوبر افريقي 12 واربعه سوبر افريقي سوبر محلي اربعه سوبر افريقي كده بقى 16 وسوبر محلي كاس مصر لا هي مش فاكر الحد وبطوله امم افريقيه مع المنتخب. البطوله الاغلى عند احمد السيد في 26 بطوله هم هي اي بطوله بتاخدها مع النادي الاهلي غاليه بالنسبه لك. يعني انا اتحسبت لي اول بطوله دوري خدتها في حياتي اتصعدت مع الفريق الاول ايام سوبل وقعدت احتياطي ماتشين اتحسبت لي انا بالنسبه لي غاليه دي اول بطوله لي اول بطوله يعني قعدت احتياطي ماتشين دخلت السكور اتحسبت لي. بس في بطولات غاليه جدا عليا بطوله الصفاقس بتاعت ابو تريكه بطوله الدوري اللي احنا جبنا جونين فيها بتاعت سموحه. يعني انت برضو الزمالك كان مقرب منك قوي وانت حسمتها وانت حسمتها خلاص انت خلصت الماتش. بطوله القطن الكاميروني كانت صعبه جدا لان الاجواء اللي كانت موجوده هناك في جروه في الكاميرون والشمس كانت قاعده في المقصوره معانا والله ما بهزر الشمس كانت انا مش عمري ما شفت بلد في حياتي الشمس قريبه قوي كده والحر اللي كان موجود هناك كنا بنموت بجد. كان مثالي دي من اغلى البطولات يعني الحقيقه. طيب عايز اتكلم برضو معاك عن فتره الناشئين ده طبعا بيعرضوا لنا كمان هدف محمد ابو تريكه الهدف اللي يعني اللي دايما جمهور النادي الاهلي اصلا بنعمل ايه بره. بص احنا كلنا بنعمل ايه بص 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 فرحة بص فرحة طبعا بص محمد صديق بص محمد صديق بيعمل ايه في الثواني الاخيره الدقيقه كام 91 كان عندهم مدير كوره يعني كان عندهم مدير كوره المباراه تخلص مدير كوره كان يعني عايز اقول لك الماده الخام الاستفزاز مدير كوره بتاعهم كل شويه الماتش قرب يجيلك عندك على الخط لابس البدله ومتحرك لحد عندنا وباصت لنا بصه كبر ان انا خلاص خدت الدوري منكم خدت البطوله منكم. فكلنا انا قعدت بص حضنت ابو تريكه حضن انا كنت موهوم بالبتاع دي الماتش ده فعلا لا ماتش تاريخي يعني ابو تريكه لو جات له 100 مره كده مش هيفكر يعمل الحركه اللي هو خلي بالك ابو تريكه بيقول لك وهي نازله انا واخد القرار ممكن لو عملها كذا مره تضيع لكن سبحان الله ربنا سبحانه زي ما دي بشماله مكانها بيكافئ ابو تريكه وبيكافئ النادي الاهلي وبيكافئ الفريق بيحط التوفيق كله في اللعبه دي مكانها في المدرجات يعني دي مكانها في الوقت ده هو مش اشول فالطبيعي جدا انت مش رجليك فاكيد هتقلش يعني 90% تقلش و10% تخش فده طبعا توفيق كبير يعني. والماتش ده فيه على فكره فيه حاجه غريبه جدا يعني في اثنين اوف سايد جونين دخلوا يعني ما فهمش حاجه ربنا الحكم ربنا يعني عارف اللي هو ايه ربنا عايز يديك البطوله طيب الحاجه الثانيه بقى يعني احمد السيد في بداياته لم يوفق في قطاع الناشئين بعد كده بيوفق بيدخل قطاع الناشئين. عايز رساله من احمد السيد لاولادنا داخل قطاع الناشئين عشان تكون في يوم من الايام لعيب الفريق الاول اكيد لازم تتعب طبعًا. الرساله لما تيجي من نجم لعب وكان كابتن من كباتن النادي الاهلي وحقق بطولات كتير تكون مهمه جدا طبعا بس اهم حاجه ان انت تجتهد على قد ما تقدر انت تجتهد وتعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه طول ما انت عارف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه هتطلع كل اللي عندك
احنا انت كنت معانا اسامه في الناشئين، يمكن كنت اتصعدت معانا، كنت اصغر من نفسك، بس معاكم مع كابتن مختار على طول معانا. انت اسامه كنت جاي حاسس ان انت جاي مع ناس اكبر منك، فانت بالتالي مطالب انت تعمل مجهود مضاعف عن مجهودك. ده المطلوب منهم، انت تعمل كل ما بوسعك اكيد. طبعا كابتن الخطيب ومجلس الاداره ولجنه التخطيط اكيد مش عايزين يشتروا ناس من بره، اكيد انت لازم يبقى انت انا عامل ناشئين عشان افرق منك قاعده ان انا اطلع. فانت حط في انت طول ما انت حاطط، انا من اول يوم دخلت في النادي الاهلي وحطيت في بالي ان انا لازم العب فريق الاول، حاطط هدف ليه، حاطط هدف لازم اموت نفسي في التمرين. انا في تمارين يا اسامه، انا كنت كان الملعب اللي احنا كنت مره ده كان تراب، قبل ما نعمله نجيله كان تراب. كنا بنعمل تمرين كنت باص كنت بعمله التاكلينج، وكان كان جنابي كانت بتتقطع دم. فانا فعلا كنت بتعب. يعني انت الرساله توصلها اتعب في التمرين، اتعب في التمرين بس اجتهد، اسمع كلام عليك المدرب بس واخلص بس علشان ربنا يكافئك، بس اعمل عليك طول انت بتعمل عليك. بص احنا متعودين نعمل علينا والنتائج بتاعت ربنا، تمام. انت تعمل عليك، انت تجتهد وربنا هو اللي شايف الصح يعمله لك، شايف ان دي مش حاجه خير ليك مش هتحصل لك، شايف دي حاجه خير ليك هتحصل لك. فانت اجتهد قد ما تقدر، واعرف ان انت بتلعب في اعظم نادي في افريقيا، انت بتلعب في اعظم نادي في الوطن العربي، من الانديه اللي بتناطح انديه اوروبيه. فلازم تعرف ان انت ما ينفعش حد يجي يكسبك، ما ينفعش حد. انت اسامه كنت معانا في الناشئين لما كان فرقه تيجي، الحاجات دي مهمه جدا. الولاد يتعلموها داخل قطاع الناشئين. لو انت من جواك الغل اللي كان فينا احنا صغيرين، فاكر احنا لما كان فرقه تيجي تخسر مباراه ولا تتعادل مباراه مع احترامي لقطاعات الناشئين الموجوده في الانديه الثانيه، احنا كنا احنا صغيرين كان قطاع الناشئين في المقاولين والزمالك كانوا اقوى من كده بمليون مره. كنا احنا بنعمل فيهم ايه؟ وكان في فرق اقوى مننا، بس اللي كان يجي يتمنظر علينا او يحسسنا انه لا انت جاي تلعب نادي الاهلي، انت جاي هتيجي تطلع من هنا هتموت. طيب عايز بقى جيلك، جيل اللعيبه اللي طلعت مع احمد السيد، اللعيبه اللي طلعت الفريق الاول اسمائهم مين بقى؟ اسامه حسني وامير عبد الحميد وفضل ابراهيم سعيد محمد جوده حسام غالي، حسام غالي، حسن مصطفى، لا حسن مصطفى مشي ورجع. مين تاني؟ عماد متعب. متعب طلع بعدينا كان اصغر. طلع اصغر، هي متعب طلع في حوالي 2003. حسام عاشور كان موجود سريع بعدين، ابراهيم سعيد موجوده. الناس دي كلها يعني احمد بلال الناس ما شاء الله كان قطاع الناشئين بيخرج لعيبه كتير. احنا يعني الجيل بتاعنا ما دي برده دي حاجه لازم تبقى رساله للناس دي، حطوها قاعده، لان في ممكن ناشئ يقول لك ايه يا عم ما كده كده هيشتروا من بره. لازم بليك هدف، لازم بليك هدف، وتشوف شوف على 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 مدى السنين اللي فاتت مين اللي طلع، مين من ولاد النادي دلوقتي طلع فريق اول. ليه ما تاخدش نفسك هدف؟ اكيد النادي الاهلي لو شاف لعيب كويس اكيد انا حتى لو اللي بره ده مستواه اعلى مني 10 20 30 50% لا انا هديك انت ابن النادي واطور من ادائك واخليك 100%. فلازم الناشئين ياخدوا يعني ياخدوا قدوه من الناس اللي طلعت. شوف كام واحد انت احنا يعني حكينا كام واحد قلنا عدد كبيره فرقه طلعت كامله وشاركوا كمان سنوات طويله وحققوا بطولات كبيره للنادي، عملوا تاريخ للنادي الاهلي. يعني هتشوف كل الناس دي هي الناس اللي عملت تاريخ النادي الاهلي. تمام. في قصدي في الفتره ما بين 2000 من ساعه ما تصعدنا كلنا 2000 لحد 2012 او 2000 لحد دلوقتي هم الناس دي اللي تمام. وانا بتفق معاك في الكلام ده كله. شرفتنا ونورتنا ميسي حبيبي. انا سعيد جدا يعني ان كابتن احمد السيد كان مشرفنا النهارده في برنامج الاشبال، وجايب احمد كابتن احمد السيد علشان هو خرج من قطاع الناشئين النادي الاهلي، كان كابتن النادي الاهلي وحقق بطولات كتيره يعني مع النادي الاهلي. المره الثانيه شرفتنا يا كابتن احمد. انا عايز اقول بس بطوله يعني برده مهمه جدا 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 كاس مصر طبعا الجوان بتاعتك. يعني فعلا البطوله دي ان كان لحاجتين، ان احنا البطوله دي يعني الماتش بيروح ويجي مننا، الزمالك كله بيتقدم على طول، ما كانش بيحصل طول عمرها. تاني حاجه احنا كنا بعدها مسافرين كوت ديفوار، فهناخد اسبوع هناك طين مع جوزيه، فالدنيا هتبقى صعبه جدا معايا. فطبعا دي كانت بطوله غاليه جدا برضه علينا. طبعا طبعا. وانا بشكرك طبعا المره الثالثه، يعني يا احمد سيد نجم كبير داخل النادي الاهلي وحقق بطولات كبيره، وكمان زي ما بقول لحضراتكم كان كابتن من كباتن النادي الاهلي. كده وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.